الخير على كل مشاهدي سي بي سي في كل مكان في مصر. حلقة جديدة من الستات ما بيعرفوش يكذبوا. النهاردة 1/1/2013، سنة جديدة داخلينها. زي ما كنت الراجل الوحيد في 2012 مع الستات اللي ما بيعرفوش يكذبوا، النهاردة هبدأ الحلقة وهبدأ السنة الجديدة، أول حلقة في السنة الجديدة برضو وسط الستات. مش عارف لسه ما بيعرفوش يكذبوا تأكيدا على ان انت الرجل الوحيد في حياتها. بس انت في 2013 برضو ما بتعرفوش تكذبوا. طبعا برضو انت اكتشفت ايه في 2012 ان هم بيكذبوا ولا عايز شويه وقت كده عشان اقرر؟ كل سنه وانت طيب يا كريم. انتي صحه سعيده. اهلا وسهلا بيك مره ثانيه، مره ثالثه. مره ثالثه، وانا يعني يسعدني ويشرفني ان انا اكون معاكم في اول حلقه في 2013، وان شاء الله تبقى سنه حلوه عليكم وعلى كل الناس اللي بتشوفنا ان شاء الله. اسمحوا لي، انا كنت غايبه امبارح، فعايزه اقول لكل مشاهدينك كل سنه وحياتكم طيبين، سنه جديده عليكم بخير ان شاء الله. 2013 يا رب لكل مشاهدينا تبقى سنه خير وتعدي على خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب تكون فيها سنة إن شاء الله فيها حاجات إيجابية. يعني إحنا شفنا حاجات جديدة في 2012، جديدة علينا وجديدة على مجتمعنا، بس يا رب تكون حاجات جديدة وإيجابية في نفس الوقت. و11 برضو شفنا حاجات في 11 و12 بالضبط، هما سنتين مختلفة بس سلبية كلها الحقيقة. عايشين مرحلة من العك السلبي، يعني يسموه كده العك الكروي في الكورة. ده إحنا عايشين على مرحلة بقى على مستوى البلد كلها فيها الايجابيات، ولكن كان فيها مساوئ كتير. قليله قوي، خلينا واقعيين وصراحه، الايجابيات قليله قوي. المؤشرات اللي بتطمن الناس او بتهدي الناس قليله. هي الايجابيات ان الشعب اتغير، ده كفايه. والمراه طبعا اتمنى ان الشعب يكون، احنا بقالنا يومين ماسكين يعني المراه. اتمنى في ايجابياتنا ان الشعب يكون اتغير للاحسن مش للأسوأ، لان الفتره اللي فاتت دي احنا عدينا بكل مراحل السوء اللي موجوده. يعني طلعنا كل حاجه فيها بالزبط. طلعنا النرفزه وطلعنا الغضب وطلعنا الكبت وطلعنا طريقتنا في التعامل مع الاخر. اتمنى بقى في 2013 ان احنا نرجع نحب بعض تاني، نرجع نقول والله ايه؟ لا ده مصري، يعني ده هي بتحصل، بس هي عايزه وقت. شويه احنا بس شويه مستعجلين. الشعب احنا بطبيعتنا يعني شعب عجول. واعتقد انه الحاجات المرحله اللي بعد ثوره وبطباع الشعب ده محتاجه وقت عشان نسبه الوعي تزيد في مصر، فنقدر نوصل للي احنا عايزينه. انت عارف ان انت بتقوله ده حاجه مهمه جدا، لان كتير من المصريين بعد ثوره 25 يناير كانوا فاكرين انهم هيصحوا تاني يوم بالزبط. الصبح يلاقوا بلد جديده زرع اخضر، شوارع مرصوفه، حاجه اوروبا قلبت اوروبا مره واحده، والناس بتسلم على بعض وكلنا رايحين الصبح بدري شغلنا وكله عنده شغل. في حقيقه الامر الكريم بيقوله ده حاجه مهمه جدا، عايزين نستنى، عايزين ندي فرصه، عايزين نقول يا رب ان شاء الله بلدنا هتتحسن، بس مع الوقت ندي نفسنا وقت. كل الثورات اللي حصلت في العالم بيبقى وراها زبط. يعني في شعوب اكثر تحضرا الحقيقه مننا، وبياخد وقت جدا. بياخد وقت الحقيقة. بلد جديده ومخاض ولازم تاخد وقت زي ما بنقول. على فكره من اجمل الحاجات اللي بتاع فاروق جويده النهارده، الاستاذ كاتب مقاله، اعتقد كريم ممكن نبتدي بيه. هو كاتب مقاله يعني عمود في الاهرام الحقيقه، لازم كل الناس تقراه لانه مهم جدا تقروه النهارده تحديدا. بالظبط. خلينا نقول كده، استاذ فاروق جويده كاتب ايه؟ كاتب: لا تحزن على عام مضى، وحاول أن تحلم مع عام جديد. لا تنظر للأوراق الصفراء التي تساقطت من شجرة العمر والخريف يحاصرك، وانظر إلى أوراق صغيرة تنبت وتضيء وغدا تملأ الكون بألوانها الزاهية وثمارها الناضجة. لا تنظر للوراء حتى لا تسقط في حفرة تركها لك حاقد أو مخبول. لا تترك خيالك ولا تضيع وقتك مع من خدع أو خان أو تآمر، وانظر حولك ستجد أناسا كثيرون أحبوك. أنا الجزء بقى اللي أنا حابة أقراه بيقول إيه؟ ما زال في مقالة الأستاذ فاروق جويدة: وحين تراجع دفاتر العمر سوف تجد رصيدا كبيرا من المحبة وطابورا طويلا من الأحباب. في حديقة أيامك لا يؤلمك كثيرا أن تجد بعض الحشائش الضارة التي أدمت قدميك، وانظر إلى السماء ستجد أشجارا عالية تظلل مسيرتك، وشمس مشرقة تضيء أيامك، ووجوها تستحق أن تراها وتسعد معه. وأنت تودع عاما رحل، أغلق الباب على أشياء لم تسعدك، وابحث عن تلك الأشياء التي منحتك السعادة والبهجة. حاول أن تنسى تلك الوجوه العابثة التي لم تزورها في يوم من الأيام ابتسامة الرضا وأول نسمات الرحمة. لا تندم على إحساس جميل أو لحظة سعادة أسعدت بها حبيبا أو صديقا أو رفيقا أو رفيق العمر، فسوف يذكرك كلما زارته أشباح الحزن وأيام الوحشة. والحقيقة أستاذ فاروق ختم المقال العظيم ده بجملة وقال إنه السعادة الحقيقية تنبت داخلنا وتشع حولنا ونراها في عيون الآخرين. وده ختامها مسك بالظبط كده. بالظبط كده. بقى على عيون الآخرين. مين الآخرين دول؟ موضوع النهاردة كنا هنتكلم فيه، اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هو موضوع الحقيقة
الناس ما اتفقتش عليه على مر السنين، مفيش رأي أقوى من رأي، يعني في ناس مع ده وفي ناس مع ده. الموضوع هو ببساطة، انتوا شايفين ان الدنيا او النجاح في الدنيا حظ اكتر ولا شطارة اكتر؟ يعني ايه فدان؟ هم بيقولوا ايه، مين إيراد حظ ولا فدان شطارة؟ ولا فدان شطارة؟ طب اسمحوا لنا ان خلينا احنا ثلاث شخصيات، ماشي، فمن حقنا ان احنا نسأل نفسنا. أوكي. استاذ كريم، بما ان انت الضيف العزيز اللي عندنا، بتؤمن بفدان إيراد حظ ولا فدان شطارة؟ ولا حاجة كده يعني؟ كلاهما بيكمل بعض. يعني حوالينا نعرف ايه قبل ايه؟ يعني يبقى عندك حظ ولا شطارة؟ ابقى اشطر، ابقى شاطر بجزء كبير، بس لازم الحظ يبقى واقف معايا شويه. يا كيمو، ايه قبل ايه؟ ايه جيلك قبل ايه؟ حظ يعني في الدنيا ولا شطارة؟ في البلد، في الظروف دي ماليش دعوه بالبلد، انا بتكلم في تقييمك انت يعني. هو السؤال ليه معنى، ليه اجابتين، اجابه منطقيه لا كلام واجابه في البلد. في البلد لا، الحظ. الحظ بصراحة. انا ليا رايي، انا لازم ابص لنفسي الاول، انا امكانياتي ايه؟ ما انا لو امكانياتي قليله ما استناش كتير. وفي ناس امكانياتها قليله كتيره لكن مستنيه الحظ، ما بتشتغلش. لا، لازم اشوف امكانياتي واحلم على قدها، حلمي ده يكون اقدر اقيسه واحدده واعمل خطه بقى، يعني ابقى عندي استشراف لقدام. طبعا ده انت يا منى، انت مؤمنه بكده؟ طبعا، بانك انت لازم تحددي امكانياتك ايه وتمشي. انا بقيت كده يعني، الاول كنت يلا بقى زي ما تيجي وزي بتاع، واكيد ما فيش حظ وما فيش، لا ما فيش كده خالص. في انا الاول، بس لازم الاول يبقى عندي امكانيات. هنقول مثلا على المستوى الفني، في ممثل شاطر فبيتسمى ممثل شاطر لكن ما هوش نجم، وفي حد بيبقى نجم وهوش ممثل. في واحد محظوظ من كتر ما هو حظه كويس وماشي وبقى بيشتغل كتير بقى نجم. طب انا اقول لكم رايي ونتكلم في الموضوع. لو موهوب فعلا وعنده شطاره وعنده مؤسسه وراه بتخطط له، فبيعرف يستشرف قدام شويه الدنيا ماشيه ازاي، ده يبقى ما بيعتمدش على الحظ. انا في حقيقه الامر بقى مؤمنه بان لازم يبقى في حظ. انا إيراد الحظ ده هو بالنسبه لي مفتاح النجاح. لازم يبقى بني ادم عنده حظ، ولازم يعرف يستغل حظه. بمعنى انا هاخد مثل على مطبخي، مطبخ صغير ده، ست طباخه شاطره موت، اكلها اكثر من رائع، عملت اكل جامد جدا 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 وحطيته على البوتاجاز، وهتبتدي بقى ايه تسخن الاكل وتطبخ، ما لقيتش كبريت او النور قطع. لا ما لقيتش كبريت، انت مش منظمه اصلا. لا قبل ما يخلص الكبريت تكون لقيتش كبريت. ما لقيتش كبريت، هل الناس هيدوقوا اكلها؟ هل هيعرفوا ان هي طباخه وده شطره؟ حظ، وده عايز توفيق من ربنا. حظها ما فيش كبريت، ما فيش كبريت، النور قطع. حظها وحش على خلاص النور قطع زي ما بيقطع عندنا كده، وهتعمل ايه؟ عارفه انا اسميه ايه بقى؟ انا اسميه قدر. يعني مفيش حاجه اسمها صدفه ولا لا حظ. انا مسميها حظ. حاجه اسمها هنا بقى قدر، يعني اجري جري الوحوش يعني، وانا ورزقك انا محددهولك. اوكي، لا احنا هنخش في حته تانية خالص. احنا في الاخر مش هينفع نخش في ده، لانه في الاخر توفيق من عند ربنا طبعا، قبل اي حاجه في دول. بس احنا بنتكلم لو ظبطناها كده يعني دنيويا ان ده حظ، فلا هو الحظ مهم جدا. لو ربنا قرر انه يديكي حظ، ايوه مديكي رزق، هيديكي حظك. يعني انا بقول ايه، هي بالبلدي بيتقال عليها حظ. بالظبط، في ناس ربنا مديهم الحظ يجوا يخشوا مكان الامور تتفتح لهم، تيجوا يخشوا محل يلاقوا المحل مره واحده اتقفل ببانه اوكازيون 50%. طب ايه طبعا. انا اسعى ولا استنى الحظ؟ يعني في ناس بقى خيبانه بتعلق شماعه او فشلها على شماعه. بس مفيده قالت جمله حلوه قوي، انه الشاطر برضو هيستغل لو عنده حته حظ قد كده، يستغلها كويس ويوظفها وينجح بيها. هي دي، وعلى قد امكانياته كمان. في عندك شاطر، في عندك شاطر يقرر ان انا شاطر، فانا شاطر بقى فتمام، ومش هعمل اي مجهود غير لما تيجي فرصتي. يا عم ده موجود، انزل حقيقي. يا عم روح شوف، طب قدم السي في في مكان هنا، وقدم سي في كان. ده مش قله قيمه، لكن ده سعي، اسعى. لا، وقاعد ناقم على الاخر، هو واثق من امكانياته جدا انه شاطر، فقاعد بيبقى ناقم على الاخر اللي هو امكانياته اقل. بس ازاي ده احسن مني؟ ده انا هايل، ده انا. بس هو عنده حظ واستغلها، عنده حظ واستغلها. التاني اللي هو امكانيات المنى بتتكلم عليها، ده ممكن يبقى هو حاسس امكانياته ضعيفه، بس جات له الحظ انه عارف ان في شركه معينه عايزه حد، فراح وقف وتعب واستحمل ولغى ده واتكلم مع ده ودخل. ده تلومه تقولي له لا انت كده مش شاطر؟ لا صراحة، لا، شاطر. ما دام استغل الحته ونجح يبقى شاطر. في مسرحيه طبعا معروفه لبيكيت، وكتب مسرح عبثي كتير، يعني هو رائد مسرح العبثي او مؤسسه، عمل في انتظار جودو. المسرحيه دي عباره عن شخصين في فصلين
طول الوقت هم على المسرح، فيهم واحد قاعد مستني جوده، ده اللي هيجيب له الحظ والمال والسلطة والشهرة. فضل لحد آخر العمل وما لا جاله جوده ولا جاب له أي حاجة. ودي ظهرت بعد الحرب العالمية، الناس اللي هي اتكالية أو مستنية، ما عندهاش فكر، بتتصرف بعشوائية، مستنية حد يفكر لها، حد يشوف لها حلول. في شعوب كده، هو ده. في شعوب هو ده. ربنا خلقها زيناتها فيها الصفة دي، بأنه قاعد مستني. فتلاقي الشعب كله بنفس المنظومة كلها عاملة كده. بس احنا عندنا في مصر مقسومين، في ناس مجتهدة جدا ما عندهاش حظ، في مجتهدين عندهم حظ، وفي ناس ما فيش حظ خالص، حتى لو شاطر أو مش شاطر ما بيبدأش الخطوة الأولى، ما بيبدأش أصلا، بيبقى مستني بقى. بس هي التوليفة كلها، أنا بضم صوتي لصوت مفيدة في أنه الشاطر بجد بقى على أرض الواقع اللي يستغل أيا كان نصيبه من الحظ قد إيه، لو 1% 10% 100% يوظف ده وينجح. انت وقعت قدامك فرصة، بس ما تسيبهاش، تفكر الفرصة دي هتيجي تاني ولا لا. مش تيجي تاني، اشتغل على نفسي واشتغل عشان اخد واطلع بالفرصة دي لحاجة تانية. طب واللي ما تجيلوش الفرصة ما يدورش عليها؟ لا، يجيبها هو، يحفر هو ويدور طبعا. بس بصي اقول لك حاجة، انا هدور، ساعات بيدور وما بيلاقيش. هنا بقى انت مش عشان انت مش محظوظ، لا، انا من وجهه نظري بتدور يمكن في حتة تكون غلط. انت بتدور في حته غلط بالزبط. يمكن امكانياتك اللي انت مقتنع بيها ان هي حاجه مهمه وان هي هتجيب لي في المكان الفلاني، يمكن انت موهوم اصلا. بالظبط، وانا موهوم وانتعتك في برنامج انت موهوم وانا موهوم. فاحتمال كبير جدا ما يكونش هي دي، مش هو دي الصفات اللي بتؤهلك انك تكون او تاخد مكان احسن. دور على حاجه تانية. قدراتنا لازم نبقى عارفينها كويس قوي يا جماعه. بالظبط. بمناسبه بقى الحظ، وانا صغير كنت انا واخويا دايما واحنا في اي حته، هو كنت الناس مسمياه محظوظ لانه كان بيلاقي فلوس في اي حته واحنا ماشيين. فكنا بننزل البحر، والله مفيده زي ما بقولك، ننزل البحر نلاقي هو يلاقي فلوس عايمه جنبه. طب ازاي يعني ده؟ واحد نزل ناسي فلوس في مايو، فطلع هو عمل حاجه تقول له بالك، هو نزل، هو نزل، هو نزل تاني، نزل جنبه برضه، هو حظ يعني. الموضوع في الاخر وفي الاول هو حظ، بس يعني مثل كده انه كان جات له فتره كان مسمينه محظوظ جدا، انه ينزل بيسين يلاقي فلوس، يمشي في الشارع يلاقي فلوس في الجنينه يعني، ويلاقي حاجات تانية. انا بس بديكي مثل على الفلوس ده، ممكن يلاقي حاجه ذهب، حاجه ما اعرفش ايه. المشكله ان مبقاش في صاحب ليها، دور بقى. فالحاجات دي طب ودلوقتي هو فين بقى؟ صح يعني موجود إيه بقى؟ موجود، حظه احسن منك. هو مجتهد بصراحه يعني، كمان زود حظه احسن ولا انت احسن؟ مين دلوقتي؟ مش عارف اقيسها بصراحه يعني، ما اقدرش اقيسها لك. بس في الحته اللي هو مقتنع بان هو يكون فيها، هو راضي بيها يعني، حظه حلو فيها. بس هو يمكن لو مكاني ما يبقاش حظه حلو، او يعني الله اعلم. ما هي دي بقى، ما هي ده، هي برضه في على حسب المكان اللي انت بتحطي فيه، اللي انت اخترته. بالظبط. خليني اقول لكم على حاجه، عملوا دراسه في جامعه هارفارد على 100 طالب، قالوا يعني حبوا يعرفوا خططهم للمستقبل هتكون ايه، فلقوا 3% بس هم اللي بيفكروا. بعد 20 سنه عملوا نفس الدراسه على ال 100 شخص، لقوا برضو ان ال 3% دول هم اللي استحوذوا على كل ما يملك الاخرين، اللي هم الباقيين اللي ما بيفكروش في اللي اخذوا كل حاجه. 3% هم اللي نجحوا. بالظبط. طب انا عايز اقول لكم حاجه، هل احنا اتعودنا كشعب مصري ان احنا نخطط لحياتنا، نفكر احنا عايزين ايه، نقيم قدراتنا؟ موضوع حلقتنا النهارده مش بس عشان بنتكلم عن الشطاره او الحظ، لا، موضوع حلقتنا النهارده ان احنا عايزين نقول لنفسنا، هل احنا مقتنعين ان احنا وصلت لنا حته ان احنا نفكر انا قدرتي ايه، انا عايزه ايه؟ يعني النهارده مش كل الناس ينفعوا يغنوا، مع ذلك لما يحصل مسابقه غنى بتلاقي ناس بالطوابير وتيجي تتفرج على البرنامج مثلا، على الريهرسلز الاولانيه، هم داخلين بجد كوميديا. مش كوميديا. بجد انت ما عندكش الصوت الحلو، ايه اللي وداك؟ يمكن، إيه اللي وداك؟ يمكن السؤال. هو بيفكر كده، اكيد بيفكر كده انه يمكن، ما هو اللي وداك انك تعمل ريهرسل زي ده وتستنى في الطوابير دي، اذا انت عندك العزيمه انك تبقى على حاجه. ما تقوليش انك انت مقتنع 100% صوتك حلو. ساعات اللي حواليك، اللي حواليك هو اللي، لا، هم السبب، هم اللي حواليك بيقول لك انت صوتك حلو، انت لازم تقدم، انت بتاع يعني، ساعات بتوهمك برضه، بيطبلوا، بيسموهم بيطبلوا. بيطبلوا. يعني كل واحد برضو اكيد، وهم فكره انه كمان شايف ناس اتشهرت بموهبه 3%، فبالنسبه له طب انا ممكن، بس أنا نرجع ممكن ارجع بقى للقانون بتاعي، ان حتى حقيقي اللي اتشهر بلا موهبه واتشهر وانا عارفه ان صوته مش حلو، بس هو عارف يستغل الفرصه بتاعته.
بالظبط كده. هو عارف، هو عارف لما يخش الريهرسل يختار الاغنيه تليق مع صوته، هو عارف انه يعوض صوته اللي مش حلو باداء، او عنده قبول بقى دي من عند ربنا لازم بقى كمان. يعني على قد ما انت عندك الحظ لازم وانت داخل في اي حته تبقى عارف ايه اللي ينفع يزود الحظ ده، ايه اللي ينفع يلمع الحظ ده، الاسباب يلمعه كمان. مظبوط. نسال بقى سؤال وانتوا تجاوبوا عليه، احنا جاوبنا احنا الثلاثه. السؤال بيقول: هل تعتقد ان النجاح كثير من الحظ كثير من الشطاره، ولا كثير من الحظ قليل من الشطاره، ولا حظ فقط، ولا شطاره فقط؟ احنا جاوبنا، جاوبوا انتوا كمان. ده سؤال فيسبوك على كل الناس اللي قاعده. انا ايه، كثير من الحظ؟ لا، كثير من الحظ كثير من الشطاره. طبعا دي اعلى حاجه يعني. دي الاجابه المثاليه، دي اعلى حاجه والله. انا يعني كثير من الحظ قليل من الشطاره برضو. من ممكن تنجح، ممكن تنجح، بس حظ فقط وشطاره فقط ما ينجحوش قوي بصراحه. نشوف بقى، احنا نلعب بين الاثنين دول، نشوف راي الناس. طيب، وهنتكلم كمان بقى مع ضيوفنا النهارده. دكتور يحيى جعفر هيكون منورنا، استشاري الطب النفسي، هنتكلم معاه عن الموضوع ده. وكمان هتكون منورانا دكتوره غاده شريف الكاتبه الصحفيه، والاثنين هنتكلم معاهم في الموضوع: الدنيا حظ ولا شطاره؟ هنعرف كده ايه لو انا عندي حظ بس اوظفه ازاي، ولو انا عندي شطاره بس يعني احاول اجيب حظي ازاي، اعمل ايه فيهم، واوفق الدنيا ازاي ما بين امكانياتي وحظوظي. بعد كده هيكون فقرتنا مع الستات ما بعرفش يطبخوا، لكن عندنا ضيفه جميله وصديقتنا ودايما بتعمل احلى اكل في الدنيا، سوريا من الاردن. وسوريا هتعمل كوكتيل جمبري وبيتزا كب كيك. هنشوف حلوه جديده، بيتزا كب كيك. دي حفلات عيد ميلاد بقى وكده. والعيال يفطروا الصبح بنسبه الاجازه. طب يعني هناكل طيب ولا ايه؟ هاكلك بجد؟ اعتبر ده وعد، استنى يعني. يعني بص، انا مضمن يعني، هي سوريا هي اللي تبقى بتعمل الاكل، فانا اضمن سوريا. لكن لو انا ما اضمنكش، ما تضمنش بلاش. لا يا عمي، ده كوكتيل جمبري وبيتزا كب كيك. انا لسه هتعلم. ايه المشكله؟ اتعلمي وادوق النهارده بقى، اول واحد يدوق. لا ما والله اعمل لك دعايه، اعمل لك جروب على فيسبوك لوحدك. طيب، على ما نطلع فاصل ونرجع بقى نبتدي فقراتنا. واول فقره زي ما قلنا لكم، ضيوفنا هيكونوا دكتور يحيى ودكتور غاده، هيكونوا معانا وثانيين تليفوناتكم. وطبعا الاسئله، السؤال زي ما قلنا لكم جاوبوا عليه، قولوا رايكم زي ما انتم عايزين. خليكم معانا بعد فاصل، راجعين نبتدي حالا. ستات ما بيعرفوش يجيبوا. رجعنا مرة ثانية بعد الفاصل، منورنا في الاستوديو دكتور يحيى جعفر. أنا كنت عايز أقدم طبعا دكتورة غادة عشان ليديز فيرست، بس يعني هقدمك بقى خلاص. دكتور يحيى جعفر استشاري الطب النفسي، منورنا. وعندنا النهاردة حاجات كتير هنقولها، بلاوي هنقولها. وكمان دكتورة غادة شريف الكاتبة الصحفية، أنا كان لازم أقدمك الأول عشان ليديز فيرست، بس أهلا وسهلا منورنا، وكل سنة وأنتم طيبين. طيب. أهلا وسهلا بيك، وطبعا بنهنيكي على مقالاتك في المصري اليوم. ربنا يخليك ومنورانا. اسمحي لي أسأل دكتور برضو يحيى في الأول، عرفنا، هل النجاح إيراد حظ ولا شطارة واجتهاد وعمل؟ إيه؟ يا حظ يعني إيه؟ يعني حاجة غيبية أنا معرفهاش. وغير خاضعة لأي جهد من ناحيتي. تمام. لو احنا شفنا معدل او يعني مدى رؤية البني ادم، ربنا خلقني اشوف تلت الدايرة اللي حواليا، التلتين طول الوقت بره مجال رؤيتي. الادراك للواقع الخارجي عرضة لعوامل كتير جدا، منها التشويه الشخصي، انا عايز اشوفه زي ما انا عايز، منها ان مدى محدود، منها ان انا عايز اقلل من كم المتغيرات اللي بشوفه عشان ما اوجعش دماغي. ففي ناس بتاخد سكة كده طول عمرها انها تشوف اقل عشان ترتاح. لا فهمني. لازم تفهمني. فصلت ليه؟ انا قلت بقى دلوقتي يعني بحاول يعني هو اتكالي يعني اتكالي شويه. انت بتقول كلام. لا بالراحه، بس اللي انا قلته غامض لغايه دلوقتي. غامض لا، هو في بين السطور كتير يعني. اديني امثله بين السطور كتير. اديني بين السطور. فصل. في واحد يعني، في بني ادم اجتهاده او سعيه في الحياه يخليه طول الوقت يخلي إدراكه للعالم الخارجي من قنوات عدة، وفي واحد مش عايز الصداع ده لأن ده بيسود له كمية القلق. فمش عارف عامل إيه، عامل تحديد، عارفة السحلفة لما تدخل جوه كده، والنعامة اللي هي كده فل قوي. أروح أنا عامل تحديد لرؤيتي، أقعد أحدد لرؤيتي، أحدد لرؤيتي، يعني بتبقى ليها مضرها، ولكن بتخليه مش شايف غير من أنبوبة الحاجة اللي هو عايز يشوفها. طب بره اللي هو شايفه ده يعتبر بالنسبه له ايه؟ غيب، رغم انه الاخرين شايفين قد لا يعد مش غيب.
اعودها تاني لو لا لا فهمت. يعني على قدر الساعة بتاعت رؤيتي على قدر ما هشوف حظ ولا مش حظ. في واحد رؤيته عريضة وعنده فيجن بعيد فكلمة الحظ بالنسبة له هيروح شايف ايه؟ ان في 100 متغير انا بعرف اشتغل في 4 هبذل فيهم اقصى مجهود، في 96 مش هعرف اشتغل فيهم اصلا فهدعي وخليهم على جنب بس هشتغل في 4 دول. وواحد كل اللي شافه متغير واحد فقعد يشتغل عليه، شاء عوامل اخرى ومتغيرات اخرى بتتفاعل انها تتدخل عشان تنجح. اه دكتور يعني انت باختصار شديد بتقولي مفيش حظ تقريبا. هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله في الاول، يعني ان حد بياخد مساحه كبيره جدا من الاسباب والعمل و و و وحد بيشوف حته صغيره قوي كده. ايه دي الفكره؟ طب غدا انت بتتفقي مع الدكتور يحيى انه مفيش حظ، او يعني في ان انا بغتنم الفرص هي دي الحظ ولا هي حاجه ثانيه؟ هي منظومه تانية. على بعضها يعني في حكمه انجليزي تقول لك الحظ لا يترك ابواب الكسالى. الكسالى يعني احنا محتاجين عمل. انا اؤمن ان ربنا عادل في توزيع الفرص، الفرص متاحة للجميع، لكن هناك من يعرف ان هو يقتنص الفرصة وهناك بيقتنصها لكن ما بيشتغلش عليها او ما بيديهاش الشغل اللي لازم ليها، وهناك من بيشوفهاش اصلا بقى بالظبط، وفي اللي بيقتنص ويشتغل وفي بقى اللي قاعد على قهوة بقى وما فهي منظومة متكاملة. ما اقدرش اقول ان ولو ان الحظ او التحجج بالحظ دايما بيكون مش حجة البليد لكن اريح، لان لو شماعة كبيرة اريح وما فيهوش مجهود وما فيهوش شغل، لكن وليس لكل امرئ الا ما سعى. يعني في النهاية السعي مطلوب، وسعوا في مناكبها وكلوا من رزقها. يعني انت عشان تاكل من الرزق لازم تسعى الاول. والفرص برضو انا اؤمن انها مش بالحظ، يعني انت تقول لي مثلا ده فلان ده حظه ده فظيع، لا هو انت لو دورت وراه هتلاقيه بيجري هنا وبيجري هنا وبيتخبط على الباب ده وبيتحايل على ده وبيقعد لده لغايه ما في الاخر بتجيله. مفيش شخص ناجح تتتبع سيرته سواء بقى بيل جيتس سواء كل رجال الاعمال اللي نعرفهم حتى المذيعين والمذيعات الا ما هتبص تلاقيه لبد في حته لحد او لبد لحاجه واداها حقها وشغلها. حتى الصحافه الصفراء لو لقيت واحد يا عم ده صحافه صفراء بس هتلاقيه شغال في تتبع النميمه، لازم في مجهود بيبذل لازم. طيب احنا كده يعني الموضوعين، يعني في معانا الدكتور مقتنع ان في مفيش حظ، واستاذه غاده دكتوره غاده برده مقتنعه ان في حظ. طيب احنا بس مش بالقدر. بس انا بقى عندي سؤال بعد التقرير. هنشوف تقرير بقى نشوف الناس بتقول ايه، لانه اكيد طبعا في اختلافات كتيره، ناس شايفه كده وناس شايفه كده. نشوف التقرير ونرجع نكمل، خليكم معانا. لما تبقى ماشي لا بيك ولا عليك وتلاقي 200 جنيه ده يبقى اسمه حظ، ولما تيجي تقفشها وتلاقيها عمالة تجري 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 لحد ما تطير أحلامك معاها ده يبقى اسمه حظ ولا يبقى اسمه إيه؟ لا أؤمن طبعا بالحظ طبعا. يعني هي ساعات كده زي ما بيقولها بتيجي كده ضربة حظ. بتيجي إزاي؟ يعني مثلا أنا ماشي مثلا ألاقي 10 جنيه مثلا وأنا ما بفهمش في جيبي تعريف. الحظ ده حاجة مش مؤمن بيها بصراحة، يعني مش محظوظ. أول ما دخلنا المحطة بتوع التموين جم عملوا لنا قضية عشان البنزين، هنعمل إيه تاني؟ فقري. ان واحد صاحبي يعني بقاله شويه خبطته عربيه 3 مرات ورا بعض في خلال مثلا حوالي 20 يوم. انا اؤمن بالحظ. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك وكل اعماله في سير الله اعمل لكم ورسوله والمؤمنين. فلازم اشتغل ماشي عشان ايه؟ انا انتج يكون شيري دخل، انما ما اقعدش واستنى ان الحظ يجيني، عمر ربنا ما هيرزقني وانا قاعد مكاني. انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي ولا هتجوز ولا هشوف لها جواز. ليه ده بقى تقولي لي بقى حظ دوت ولا فقر ولا ايه بالظبط؟ والله انا طول حياتي حاسه ان انا بفضل ربنا، يعني بنسبه كبيره ان انا الحمد لله محظوظه وفضل من عند ربنا، يعني كل شيء بيرجع في الاول في الاخر للنصيب، يعني انا ده اللي انا مأمنه بيه. يعني هو الحظ ده اللي هو اللي بيجيب السعاده للناس والناس اللي بيجيب السعاده. يا صاحبي قول لنا عملت ايه؟ اعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ هو ده زمن الجنيه 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 اللي كل بيجري عليه، والحرام ينقل له يا بيه والفقير ينداس عليه.
واحد بيمشي بيقول يا رب ما بقتش حظ. في ناس الحظ ساعتها ان هي ان وجدت في الدنيا او ربنا خلقها في الدنيا اهلها محظوظين، فبالتالي طبعا بيطلع الولد او الابن او البنت بيطلع طبعا حظهم مبسوط جدا وسعيد قوي قوي في الشارع وحياته زي الفل وراكب عربيات ومبسوط. الواحد بيجرب حظه في حاجات كتيره وبيطلع كويس يعني. الحظ لازم يكون بقدر، لازم يكون بقدر يعني، الحاجه ديت ربنا قدرها ان كل شيء خلقناه بقدر. ضاع مني 3000 جنيه في المحل، قلت خلاص استعودت ربنا عليهم وما زعلتش خلاص. بعديها بكم كده ربنا كرمني وحجيت انا وجوزي، يبقى ده حظ جميل. ايوه فعلا انا مؤمن بالحظ، عشان مره ضاع مني 10 جنيه فمشيت بعد كده بشويه فلقيتها دنيتي اتغيرت من يوم ما شفت عينك انا، دنيتي اتغيرت من نظره واحده انا شفتها. ايفون نبيل سي بي سي. كشري عمل شغل طبعا. المصريين الحقيقه من التقرير شفنا انه تقريبا الاغلبيه في التقرير ثلاث ارباع الناس ربطت الحظ بالفلوس، انه الحظ معناها ان انا الاقي فلوس او يجي لي فلوس او ابقى غني او الحاجات دي. خلي بالك من غير شغل ده يقول لك امشي الاقي عشان ايوه ما هي يعني الحظ كده ان انا الاقي فلوس تجنب الشغل. ليه يا دكتور الناس مرتبطه وعندها الحظ بالفلوس، وليه الناس مش مؤمنه انها محظوظه؟ اغلب الناس قالوا لا انا مش محظوظ. اصل هي يعني تعريف كلمه نجاح اصلا محدود جدا. يعني ايه نجاح؟ لو احنا رجعنا تاني لرحلة البني ادم وحركته، الانسان كائن مفارق بينجح لكي يترك مش لجاي يجلس. بتنجح في الثانوية تذاكر اوي 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 في الثانوية عشان تسيب الثانوية، تعمر اوي 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 في الدنيا عشان تسيب الدنيا، تربي عيالك كويس اوي 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 عشان يبقوا رجالة ويسيبوك يقدروا يعتمدوا على نفسهم. فكرة ان انا ان هي دي رحلتي تخليني طول الوقت اعرف ان تعريف النجاح في المرحلة اللي أنا فيها دي محدود، قد أروح مرحلة تانية أكتشف إن اللي أنا كنت بدور عليه ده ما عادش ليه قيمة، ما عادش ليه قيمة خالص. ولكن في مجتمع يعني ليه أسباب تاريخية وأسباب يعني نوع من أنواع السطو على الوعي بتاعه خلاه ينقص أو يعني يتدهور إلى مراحل منخفضة شوية في الوعي، فأصبح انشغاله الأساسي هو الفلوس. أنا مش هسميها بقى فلوس، اللي هو تنازل عن الوعي الإنساني اللي بيأمل طول الوقت في الترقي إلى الوعي بتاع الكائن الذي يبحث عن طعامه بشكل مباشر. وده تدهور يعني طبعا. ده بوضوح شايفه أنا نقص طبعا. تدهوري، وبالتالي اتربط النجاح بكلمة فلوس، ارتبط النجاح بعوامل كتير قد تكون مش نجاح. دكتور يحيى انا معترضه معاك. ايه معترضه؟ وانا ضد اللي انت يعني انا تقييمي الشخصي لا انا مش متفقه معاك في الكلام. بمعنى انا مؤمنه ان في حظ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو حد عنده امكانيات كويسه بس هو مش عارف امكانياته ايه وجات له من غير ما هو يسعى ان يشتغل شغلانه معينه زي مثلا مذيعه في التلفزيون تمام، وما ساعدش انها تبقى مذيعه ودخلت وقابلت رئيس القناه او رئيسه التلفزيون وافقت انها تبقى مذيعه، هل ده حظ ولا شطاره؟ انت ابتديتي بجمله ايه؟ مش عارفه. مش عارفه ما ولا متسعه وما كانتش عارفه انها تبقى مذيعه جيده. نقص المعرفه ها. يخليني في الاخر اشوف رعب وخطوره كلمه حظ. بمعنى ان انا طول الوقت نجحت لا أعلم لماذا، وهفشل ولا أعلم لماذا، هنجح في الامتحان وأنا مش عارف ليه. لا مش قصدي ده، ما هي كده. أنا قصدت أقول إن الودة البنوتة دي أو هذه المذيعة، أنا باخد مثل كمذيعة، أنا هقربها الودة المذيعة دي هقربها علشان تشتغل في التلفزيون ده حظ، كونها بقت مذيعة شاطرة ده اجتهاد، لكن اللي وداها البدايات قصدي تقول لي ايه عنها؟ هل ده حظ ولا اجتهاد؟ انا مش هقول انه حظ برضو. عارفه هي ليه؟ هي ساعت للفرصه لا. لو يبقى ده حظ. رد عليا. طب اقنعني او اقنعك. وبعدين على فكره بتكلم عن حاله شخصيه فمش هينفع ان احنا نغلوش بقى. يعني انا بصي هقول لك حاجه، لم اتقدم اني اكون مذيعه في التلفزيون. هو انت بتتكلمي او يعني الناس مشغوله بكلمه الحظ بالمعنى الايجابي،
في واحد من المشاهدين في الوسط راح قايل ايه؟ واحد عمل حادثه 3 مرات. مش ده ينفع يبقى حادثه؟ مش ده ينفع يبقى نوع من الحظ برضو؟ لا، وينفع يبقى مش واخد باله. وينفع حاجه اهم. في تركيبات يعني يقول لك برونت واكسيدنت. في شخص مطرح ما يمشي يعمل حادثه. تمام. بس يعني لدرجه ان في علم دلوقتي اسمه علم الضحيه. مطرح ما يروح يبقى ضحيه. هتلاقيه يا دكتور هتلاقيه عنده سوء تصرف. بس بالبلدي كده ده بيسميه دهول. مش مركز. على فكره خالص اللي بيمشي يقع ويتكعبل مش عارف ايه. على فكره خالص دي دهوله، دي مش حظ وحش. ما بياخدش باله. ايه حكايه الضحيه؟ مش بالضروره. مش بالضروره. زي ما في الغيب برانا في متغيرات انا ما اعرفهاش. زي واحد ماشي وقع عليه تكييف. ايه؟ ده حظ. ده حظ. انتوا انا مش هسميه حظ. ده اجل. ان في متغيرات زي ما في متغيرات خارجي قد لا ادركها، انا جوايا متغيرات لا اعرفها. انا جوايا خطط تترسم وما اعرفهاش. بالظبط الحكايه دي اصل بتوضح لي او يعني بشوفها رؤيه العين في الشغل بتاعي. ازاي؟ يعني مثلا مدمن مبطل ومتوقف يمشي في شارع معين، يقابل واحد معين فرح مديله الاستباحه بتاعته فيتنكس. لا ده مش حظ. خلص كلام. ده ضعف. لا مش ضعف. أيوة اللي وداه الشارع ده في اليوم ده بعد شهور من العلاج تلاقي نفس العيان ده يروح قايلها لك لا انا حظي كده. انا عارف. لا انا عارف. بيسلك نفس السلوك. انا جوايا حاجه هي اللي خلتني امشي الشارع ده، جوايا حاجه هي اللي خلتني اروح اعمل ده، وانا جوايا عارف اني هلاقي ده. ده اسمه ان الواحد زي ما وعيه للخارج بيتسع، وعيه للداخل بيتسع. يعني حضرتك رحتي صدفه؟ لما رحت الصدفه خدوكي صدفه. ما كانت عندنا كانت عندنا ضيفه صدفه دخلت صدفه وشافت ان انا اصلح اني اشتغل، وجات قالت اوكي احنا ممكن نروح. انا ذنبي انا ايه؟ طب أنا في حاجتين وهي تقنيعني. اظن اللي كنت عايزاه. خلينا نلاقي. لا انا عايزه ادخل مدخل مع ابدا. انا كان نفسي ابقى مدرسه. هقول لك بطريقه ثانيه يا دكتور عشان برضو كلام مفيد. انا نوعا ما انا مقتنع بيه. وعايزه غاده ترد. انا كمان السؤال ده ليكم انتوا الاثنين. دلوقتي في على الساحه ممثلين، مغنيين، مذيعين ما عندوش موهبه او قليل الموهبه، بلاش نقول ما عندوش حاجه، بس هو عنده موهبه 10% لكنه نجح وبقى نجم. تيجي تقيمه لا هو ما يسواش، يعني لا في سوق الموهبه ما عندوش حاجه، بس هو حظه خلاه نجم. لا هقول لك بقى. قولي. حظه دخله المجال. ايوه هو ده اللي انا كنت هسأله. النجوميه دي لازم اجتهاد ومؤسسه. ايوه بقى مقتنع. الخطوه الاولى جت حد كان بس فيها حظ. الموضوع فيها حظ بيبقى في ستيب 1 فقط. صح. انه حظ دخله. لكن استمراريه بقى. استمراريه ده جهدك. بالظبط. جهدك بقى وقبول الناس ومين المنتج بتاعك واختيار القصه هو يعني في الاغلب اللي احنا بنتكلم عليهم دول ما بينجحوش كتير. هو بس بينجح يضرب ضربه وبعدين بيقع لانه مش شاطر. هو بس محظوظ. انت مقتنعه ان الخطوه الاولانيه لما بتوجه البني ادم ده حظ؟ بصي هقول لك على هيلين كيلر. هيلين كيلر دي اديبه وعالميه وكانت لا تسمع ولا ترى. لكن هي حظها كان حلو في حاجه واحده صغننه بس، ان اهلها ما اهملوهاش فجابوا لها مدرسه اللي هي آن سوليفان اللي هي عاشت معاها بقى رحله 50 سنه بعد كده اللي علمتها وهي دي اللي علمتها كل حاجه. فهي كان حظها حلو في الحته دي. لكن يعني هي كانت مجتهده وشطاره. الاجتهاد هنا اكتر زي ما جاوبنا في الاجتهاد هنا اكتر. بالزبط. لانها بعد كده اخذت الدكتوراه في الفلسفه، كانت بتحضر على فكره في الجامعه عادي جدا مش جامعه مخصوصه للمعاقين او حاجه كده. اتعلمت 5 لغات انجليزي وفرنساوي ولاتيني ويوناني والماني كل ده، وهي يعني كانت بتروح تدي محاضرات. فالعزيمه والاجتهاد هم دول بقى اللي بيحددوا المسار بعد كده. طيب دكتور انا كنت عايزك تحسم لنا برضو الاجابه على السؤال ده، بس خلينا بعد الفاصل عشان ايه تجهز بقى رد. لا ده احنا نقعد نرغي بقى. ده احنا يا اما نقنع بعض. ما انت مش من هنا غير لما تقول لي. انت بتخططي؟ انا بخطط من هنا. من هنا ده. طيب ما صدقت الست جات ورحت ظاهره قصادها والله يا لا 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 لا. طيب خلينا نطلع فاصل نرجع نكمل. ماشي. يعني عندنا حاجات كتير لسه هنقولها. خليكم معانا. موضوع النهارده موضوع شائك وعمرنا ما هنوصل لحاجه برضه ساعتها، بس بنحاول نوصل لاي شكل كده من الاشكال. خليكم معانا لسه مكملين في موضوع النهارده حظ ولا شطاره في ستات ما بعرفش ايه. لسه
لسه مكملين في موضوع النهارده الدنيا حظ ولا شطاره، ولسه منورينا ضيوفنا دكتوره غاده ودكتور يحيى. ودكتور يحيى وقفنا عند الحته انك تحسم لنا بقى الاجابه، كانت مفيده. بتسال دكتور قبل الفاصل دكتور يحيى، فقال لها انت بتفكري هنا بمؤخره الراس، انت اكيد بقيتي مذيعه عشان طول عمرك بتحلمي، وانا بقول له لا. ايه الفرق يعني؟ يعني هو في حد فينا يقدر يعرف اللي جواه؟ لا. حد فينا يقدر يعرف ايه اللي بيختمر في تلافيف دماغه وفي امعائه من جوه؟ يعني لا. ليه لا خالص، عايزين نفهم ايه الفرق بقى يعني في التفكير ده. يعني لو تعرف ان الوعي البشري يمثل 3% فقط من العمليات العقليه اللي بتدم جوه مخك، وان 97% بره وعيك، تعرف انك انت قد تكون هناك عشرات الخطط والافكار شغاله وانت مش واعي بيها. دي نمره واحد. نمره اتنين، حضرتك كنت بتسوق العربيه وبتتكلم في الموبايل، فجأة سمعت كلمة في التلفزيون في الراديو، رحت موقف الموبايل ومركز معاه. تقدر تقول لي مين اللي كان متابع الراديو ساعتها؟ وعي موازي للوعي اللي انت ماشي بيه. ده العقل الباطن. لا، هو الوعي بتاعنا قنوات متوازية جنب بعضها. وانا بقدر في لحظة معينة ارصد منهم جزء. ماشي. والبقيه الاجزاء تتنيها شغاله على فكره، بس انا مش واخده بالي. بس انا مش واخد بالي. بس في لحظه معينه لما توصل لي الارم معين، اروح حادف الانتباه بتاعي وابتدي اشوف ايه المشكله اللي هنا. حاجه بنسميها عامله زي يعني لما يقولوا يشبهوا المخ بالتماثل مع الكمبيوتر. الكمبيوتر بيشتغل حاجه اسمها سيريال، يعني ايه؟ خطوه في خطوه في خطوه في خطوه. المخ البشري لا، بيشتغل قنوات متوازيه في نفس الوقت، شغاله في نفس الوقت. وانا الانتباه بتاعي عامل زي الكاش ميموري او زي الرامات، يقول لك الرامات كبيره فيروح جاي، يروح لاقط جزء، لان هو ده الجزء اللي بقى فيه الالارم. انما الباقيين عمالين يستقبلوا ويدركوا ويخططوا ويرتبوا، وبعدين فجاه راح انتباهك الضوء يسموها كده كأن المسرح. عارف المسرح لما يبقى كله ضلمه وعمالين بالسبوت يجيب لك الممثل ده، بس ده لا ينفي ان الاخرين موجودين. كلهم موجودين وشغالين، وبعدين السبوت تيجي على ده. الوعي بتاعنا هو النقطة اللي بتوضح الضوء على المنطقة اللي أنا مهتم بيها في اللحظة دي. إنما هل الباقيين مش شغالين؟ لا طبعا شغالين. وإحنا بقى نسمي الظاهرة دي حظ؟ إحنا بقى بنسميها حظ، الله يفتح عليك. وإحنا المفروض نفكر عشان كده في الآخر لازم أبقى واخد بالي إن أنا في الآخر مسؤول. هقول لك قصة ظريفة أو حاجة ظريفة خالص شوية. أنا بحترم بهاء الدين قراوش اللي هو الشخصية اللي الناس بيتريقوا عليها وكده. بهاء الدين قراوش في وقع عليه كانت مسار للسخرية، وانا بحترمها جدا، اللي هي ايه؟ ان هرب صقور للسلطان، في صقور اختفت من قصر السلطان، صقور، فامر بغلق بوابات القاهرة. الناس شافتها نكتة. لا، هذا الرجل رائع، لان الصقور لو طارت انا مش عارف اطاردها، ولو في احتمال ضئيل جدا جدا ان حد سرقها همسكه. انا ايه اللي اقدر اعمله؟ امسك الحرام، ان انا اشتغل في المتاح، ابذل اقصى ما استطيع في المتاح. الحظ هي وسيله علشان يخليني طول الوقت فاقد الثقه في جهدي في المتاح، وطول الوقت بنتظر عوامل اخرى لا اعرفها تحل لي الازمه اللي انا فيها. تخيل ابتديت تلعب في دماغي يا دكتور. ليه تقتنع يا دكتور؟ غير لها تفكيرها دي. على فكره، وتقريبا لو خدت بالك تاريخيا في الشعوب كلها فكرة المنتظر اللي هي كانت شاورتي على صموئيل بيكت طبعا. فكرة المنتظر ده فكرة في تاريخ الجنس البشري، اللي هي فكرة انه سيأتي من يحقق ما لا استطيعه ويحل كل المشاكل ويعمل كل حاجة وتصير الارض وردية اللون وبتاع، رغم ان الارض مش كده. طيب ومش هتبقى. هناخد تليفون ونرجع نكمل مع الدكتور استاذ عصام. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا فندم انا يعني موضوع الحلقه النهارده، انا حضرتك لا مقتنع لا بالحظ ولا بالشطاره، المساله كلها مساله توفيق. ما احنا قلنا الموضوع في الاول خالص انه بعيدا عن توفيق ربنا، لانه اكيد توفيق ربنا اهم من الاثنين. خد بال حضرتك، يعني انا مثلا الاستاذه المفيده قالت دلوقتي، ايوه يا فندم معاك، الاستاذه المفيده قالت دلوقتي انا جت واحدة عندنا وشافتني وقالت كذا، لولا هذا التوفيق بتاع ربنا ما كانتش الأستاذة مفيدة قدامنا دلوقتي. طبعا. التوفيق ده شيء مهم، انسى حكاية الحظ دي خالص. تاني حاجة، موضوع الإرادة، الإرادة ده شيء مهم جدا. لازم الإيمان الإنسان بنفسه بشخصه إن هو ينفع في المكان ده، والإرادة وراه تكون متابعة دايما وتدفع موضوع الإيمان نفسه بنفسه في الموضوع ده.
ثانيا يعني انا واحد من الناس حضرتك، انا بكتب دراما تلفزيونيه سيناريست، وكاتب عمل من 3 سنين في احدى شركات عندنا صوت القاهره، ومفيش حد قرا العمل ده الا وقال فيه شعر. انا لولا عدم التوفيق كل شويه متغير رئيس مجلس اداره، كل شويه حابسين واحد، كل شويه مش عارف ايه، العمل ده كان اتعمل من 3 سنين، فهنا عدم التوفيق موجود. وانا وشكرا لحضرتك وشكرا لك. بس هو هنا برضو الموضوع في الحظ يعني، هو شايف هو احدى الاسامي للتوسمة بالظبط. طيب معانا تاني استاذ حسام. مساء الخير استاذ حسام. لا استاذ سوسن معانا. سوسن استاذ سوسن استاذ سوسن. السلام عليكم يا استاذه منى، اهلا بيك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيبه وزمايلك الاعزاء، وربنا يجعلها سنه سعيده على العالم كله بامر الله يا رب. وينجينا من المخاطر 2012 يا رب. حضرتك شايفه الانسان محتاج حظ اكتر ولا شطاره؟ والله يا استاذه منى انا في توقعاتي او ان الانسان محتاج 75% شطاره وعمل وجهد و25% حظ. جميل. يعني الحظ في حياتنا ما اقدرش نستغنى عنه، زي ما قال المستمع الكريم اللي اتكلم قبلي، ان يعني لازم الواحد يعمل ويجتهد، وبعدين ده توفيق من عند ربنا. صح. بس الحظ فعلا له عامل كبير في حياه كل انسان، مع احترامي طبعا لكلام الدكتور بعد الاجتهاد، كان كلام الدكتور كبير يعني على عقولنا شويه، جايز هو كلام في الطب، بس انا يعني بحترم جدا العمل 75% وفي حظ برضه كل انسان في حياته له حظ. شكرا يا مدام سوسر. طيب احنا شوفي، هي انا بحس ان هي 3 حاجات اساسيه. فرصه بتيجي، موهبه موجوده، وجهد بيبذل. تفسريهم التلاتة دول مع بعض، يعني فرصة زي الفرصة اللي جات لك وفي موهبة، إن الفرصة تبقى هي دي المناسبة للموهبة دي، هي دي يمكن هو ده التوفيق بتاع ربنا. لأن في ناس كتير جدا من اللي اشتكت في الريبورت إن مفيش حظ، ومفيش ممكن يكون هو بيبذل مجهود بس مش في الحتة اللي طلع موهبته. يعني أنا ليا صديق مصمم إن هو ممثل، مصمم ان هو ممثل ويخبط على جميع ابواب المخرجين والمنتجين وما عندوش الموهبة، بينما هو مثلا متخرج من زراعة، ودايما اقول له طب ما تجرب تشوف حالك في الزراعة هيبقى عامل ازاي، اعمل مشروع، شوف الدواجن، الحاجات الزراعية، اي حاجة. ما بيجربش، هو مخه في الحتة بتاعته. ايوه، ما عشان عادل امام زراعة، فهو الناس كلها معتقدة انه لما متخرج من زراعة يبقى عادل امام. هل الناس رابطين الحظ بان هو المكسب السريع، ان لو أكيد. هو اختنى بسرعه يبقى هو ده اللي هو. المشكله ان الناس ما بتعرفش تقيم قدراتها صح. يا اما هتلاقيها اوفر قوي في حاجات، او اندر قوي. لازم اقيم نفسي، لازم عمليه التقييم دي بدايه كده، لازم كل واحد يكون عنده خطه لحياته. ما تبقاش العمليه انا هو استفتحنا بقى ما نشوف النهارده هيحصل ايه. ما ينفعش. انا هاخد من حضرتك حته الخطه دي، والدكتور بعد التليفون يقول لنا، او فاصل ولا تليفون يقول لنا مواصفات الخطه، يعني التقييم. الشكل الخطه يكون شكلها ايه، سمارت ازاي يعني. بعد معانا الدكتور عصام. اهلا وسهلا دكتور عصام، اتفضل. الو. ايوه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب يا فندم. حضرتك بتتكلموا عن الحظ والشطاره، انت مؤمن الشطاره وكده. انا لاحظت في الحوار ان يعني ما فيش جانب شويه يعني منفي قوي، عطاء ربنا لا. لا 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 لا، بص يا دكتور عصام اسمح لي اقول لك حاجه. احنا اسمح لي بس احنا حته عطاء ربنا ده احنا مؤمنين بيه تماما. ايوه انا عارف. يعني لا لا لا، انا ما بتهمش حد اللي مش مؤمن. احنا عايزين نتكلم عموما بعد. أيوة ربنا. بعد كرم ربنا. انا عايز اقول ان هناك ربنا يعطي من يشاء. خلاص احنا قلنا كده في البدايه والله. تفسير بدليل ان حضرتك لو شفت الناس كلهم مش متساويين في مقدراتهم، وبالتالي الفرصة غير متساوية. يعني فيه من يبتليه ربنا بمرض أو عجز أو 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 عيوب خلقية لا تتيح له الفرصة عند الآخر، اللي متاحة للآخر.
اه بس انا شايفة ان هو حتى لو عنده عيب خلقي هو محتاج يفكر في قدرة تانية عنده تخليه حد مهم. لكن هي مشكلة ان احنا على قد ما ربنا بيبتلينا او بيدينا هل احنا بنستغل ده ولسه ولا كانت لا؟ دكتور غدا بتتكلم بتقول على هيلين كيلر يعني بالظبط كده عمال الشريعي نولف كل ده بس نطلع فاصل بسرعة ونرجع نطلع فاصل خليك معانا هنرجع نكمل كلام. قلت لنا قبل الفاصل اكتر من اتصال تليفوني والحقيقه كان في دكتور عصام وعصام اتكلموا في حاجه زي ما كان اسمهم مشترك هم برضو قالوا حاجه مشتركه انه التوفيق من عند ربنا قبل الحظ والشطار. احنا في الاول شرحنا الموضوع ده يعني زي ما يكون هنرجع تاني للمربع الاولاني ان الحظ هو منطقه غيبيه أيوة. ولانه غيب فانا لا احكمه يصلح ان الغيب ده يتسمى طبقا للعقيده اللي كل واحد فينا بيتكلم بيها حاجة. عايز يقول انه عفريت يقول عايز يقول انه قضاء وقدر يقول عايز يسميه توفيق يسميه عايز يسميه سيد يسميه ماشي. وبالتالي فمش هندخل في قضية مسميات احنا بنتكلم عن حاجة غيبية كل واحد فينا يسميها طبقا لعقيدته. حلو قوي. بس هم مش مسميينها دكتور غادة هم قصدين يقولوا ان لو ربنا مش عايز يرزقك او مش عايز يوجهك للمكان ده مش هتروح ولو البيبان كلها مفتحه وبتقولك خش. ما هم غالبا ما تابعوناش من الاول يعني في الاول احنا قلنا ان ربنا بيدي الفرص للجميع يعني بالزبط. انا ده يقيني وده ايماني ان بس في ناس حتى ممكن ما تشوفش الفرصه يعني في حكمه انجليزيه تقول لك ايه الفرصه زي النضاره ممكن تبقي لابساها وبتدوري عليها مش لاقيها. ايوه صح. فهي كده في ناس تشوف الفرصه وفي ناس تديها حقها وفي ناس ما تشوفهاش وفي ناس ما بتدورش اساسا فلكن ربنا عادل بيدي الفرصه للجميع ونعم بالله. واحنا وكل الموجودات ادوات تنفيذ مشيئته ونعم بالله كلنا ادوات لتنفيذ مشيئته بس كل واحد حاطط اسم للشيء مسميات بقى كلها بتختلف. دكتور يحيى انا كنت بسال حضرتك قبل الفاصل انه عشان يبقى عندي خطه واهداف او اعمل استراتيجي لنفسي لازم في حاجه انتوا بتسموها الخطه الذكيه او سمارت يعني قول لنا ازاي مواصفاتها ايه ويا ريت مثل على حضرتك يعني انت وانت طالب كنت نفسك تبقى سواق تريلا ده اللي انت قلته لي مظبوط ده كلام بين الفاصل وصل بقى وصل من خلال سؤال منى ازاي من شاب نفسه يبقى سواق تريلا لدكتور دكتور استشاري طب نفسي وجراح ازاي علامة. عملت ايه عشان هقول لحضرتك حاجه قدراتك ده يعني الجزء ده فيه يعني دايما حاجه اتعلمتها وبعدين لقيتها بعد كده وانا بشتغل مع المرضى بتوعي لقيتها واضحه جدا في جمله مشهوره قوي اللي ربنا يختاره لي احسن من اللي انا اختاره صح ودي ما بتتشافش في لحظتها دي بتتشاف باثر رجعي يعني اجي بعد سنين اقول يا ده اللي انا كنت متمسك بيه قوي ده كان هيوديني فين والاقي نفسي مشيت في سكه تانية خالص وده وارد جدا يبقى اللي انا محتاجه ان انا في كل مرحله ابذل اقصى ما استطيع في الحدود المتاحه ليا لان انا ما اعرفش بكره في ايه ولا بعد 4 سنين في ايه انا طالب اذاكر ربنا كرمنا وجبت مجموع اتلم يد وسيبك من الافكار الغريبه اللي عندك ديت تريلي تقيل هتسوقها هتشتغل ايه وبتاع ادخل طب بس دخلت طب برضه ذاكرت لان هو ده المتاح هي فكره ان انا المتاح لو كويس هوافق عليه باقصى ما استطيع النقطه دي مهمه لان طول الوقت كتير يعني الاشاره مثلا لخريج الزراعه الدكتورة شاورت عليه اللي مصر على التمثيل وقافل عليه ماذا يفعل في كارثة اسمها ايه انتظار الفرصة وفي واقع ان انا بشتغل في المتاح طول الوقت انا عندي لحد ما الفرصة تجيب هي هتيجي على إن شاء فكرة الله في يوم طول ما انا باذل مجهود في المتاح هتجيلك هتيجي اللي احنا بنسميها الحظ اللي هي بقى الناس بيسموها الحظ ولا انتظار طيب. الفرصه وما بشتغلش عليها اللي بسميها ما عنديش حظ ما هو بقى اللي قاعد مستني ده غالبا قاعد بيعمل ايه
nothing. ما بيعملش بيتفرج على غيره بس. بس هو عادة اللي يقول لك مفيش حظ ده بيبقى غالبا باصص لغيره. يعني كلمة مفيش حظ دي دايما تتقال بمنطلق نفسنا شوية. يعني فيها نفسنا سنة. فيها نفسنا كتير. طب خليني اسألك بقى سؤال عشان في نظرية مختلفة عن اللي الدكتور قاله، انه المصريين تحديدا في شعوب زينا كتير يعني، بس في عندنا شريحة كبيرة في المجتمع المصري بيسموا التوفيق من عند ربنا ده حظ، لمجرد انه يتواكل او عنده شماعه يعني الحظ بيسمي ده انه الحظ هو التوفيق من عند ربنا، لانه حجه يعني لما حد مراته تيجي تقول له ولا انه هعمل ايه الناس ليها حظ الناس ليها ما انا هعمل ايه طيب ما هو ربنا مش موفقني او يعني ما حد يتكلم بقى في ده. ما دي بعد اذنك بس انا هقطعك بس اصل الكلام ده شويه، هو مين يعرف مشيئه ربنا ليا ايه؟ لا محدش، هو مين يعرف؟ محدش يعرف. بس انا قصدي ان هو بيقول ان دي شماعه اللي مش هتقدر تقوحه فيها يا دكتور، فاهم قصدي؟ هي دي الشماعه اللي بيعلق عليها فشله ونجاح الاخرين. يعني ما تلاقيهوش يعترف ان فلان ده ناجح ومشهور عشان هو مجتهد او عشان هو موهوب. لازم يقول لك ده حظ، ده لولا بس ان هو مش عارف ربنا رزقه بمين ومش عارف وساعده والواسطه وسند فكره الفهلاوه يعني لازم دايما لازم الحظ ده بنشعلق عليه. الجمله دي مغلفه بشويه نفسنا برضو. اكيد على فكره مش عايز اقول لك انها مغلفه، ان هي رساله فيها عدوان، فيها عدوان طبعا اكتر عدوان. لما جردك من جهدك وحاول ان كل اللي انت فيه ده حظ، انا جردتك من شرف انك بتكافحي. انا حولتك كده الحاجات بتجيلك لوحدها. وده تجريد للبني ادم من سعيه اللي في الدنيا وتحويله كلها، وده عاده يمارسه الاقل تجاه اللي مش الأعلى. عايزين يشتغل لازم عايز لازم بالظبط. انت مش بتشتغل ولا حاجه، انت بس يعني ماشيه معاك كده حلو. خلصت نقطه. طب ممكن ما يكونش شايف او ممكن يكون حاسس ان هو احسن من اللي قدامه، يعني مثلا واحد مشهور والتاني زميله برضه، والزميله ده هو بيمثل احسن من المشهور، بس هو حاسس انك الحظ بس ده انا احسن منه. والله بقى حكايه انا احسن منه دي يعني لو انا اللي خدت الفرصه دي كنت بنيها على مثلا ان هم كانوا مع بعض في المعهد وهو كان اشطر من ده بالزبط. بس ده طلع بقى نجم وده طلع وكتكملة على كلام كريم، ولو جات لي الفرصه اللي هو اخدها كنت بقيت اعلى منه مليون مره. بس ودايما تسمع عن المشهور يقول لك ما شفتوش انت زمان لما كان بقى بشبشب ده كان مختلف مني. لازم هتسمعها لازم. طب يعني هنا الامكانيات قليله ووصل للنجاح ما بيحترمش انه قدر يوظف الجزء الصغير من خلي بالك ده. اللي بيتقال ده بيتقال من وراه، يعني هذا الشخص المنافس لما بيشوف هذا الشخص اللي النهارده لامع ومشهور بيبوس القدم. يعني عمره ما بيبين له انه هو شايف انه لا يستحق، بالعكس ده ممكن انا شفتها يعني في احد الصحفيين مع احد رؤساء التحرير من ورا ظهره يقول ده فلان ده حظ. لكن يشوف بس هو فلان فين علشان يروح يديله فروض الولاء والطاعه. فدايما كده من الاقل موهبه والاقل كفاءه، هو ده الكلام بيطلع منهم. وتلاقيه يعني يبذل وقت، يعني لو بيبذل هذا الوقت، انا دايما اقول لو بيبذل هذا الوقت يشتغل على نفسه، شغل على نفسه، يمكن كان زمانه لمع هو كمان. بس هو بقى هنا مش يستغل الوقت في انه بس ينفس او يقنعك بانه ده اصلا ما يستحقش. لان هو ده الاسهل، كانه عارف ايه اللي هيحصل. انت عارف كانه موقن مبكرا بان ربنا كاتب له انه يفشل. يبقى تعب ليه؟ خلاص بقى. ده ما هو لو في حظ هتيجي. طب لو على فكره تلاقيها في الامثال اللي هي ان انا حتى لو اللي هو يعني يرزق الهاجع والناجع والنايم على سرسوره لك. وتلاقي امثال كتير في مش ثقافتنا، يعني في الثقافه البدويه يقول لك لو الرزق بالعقل كانت البهايم ماتت من الجوع. طب والله امال بايه يعني احنا بنقول ايه؟ هتلاقي الامثال دي، لان الامثال دي نتاج وعي كلي مايل للراحه سنه، مش عايز يشيل هم القصه قوي، مش عايز يشيل هم قدروا في الدنيا حتى. اعتماديين يعني شخصيات اللي هو المثل اللي هي ايه، لف سنه ولا تعدي انا، ما يبقاش ولا تخطي انا، ولا تخطي ما يبقاش، يبعد عن الريسك، يبعد عن المغامره، يبعد عن اي حاجه. ما طب نقطع الامثال دي ونطلع فاصل نرجع نكمل تاني واخليكم معانا لسه عندنا كلام كتير. لسه مكملين في موضوعنا الدنيا حظ ولا شطارة، والحقيقة ما وصلناش لإجابة محددة لأنه صعب جدا الموضوع ده يوصل لأي حد بيتكلم في موضوع زي ده، صعب جدا توصل لإجابة محددة في وقت قليل. بس لسه عندنا حاجات كتيرة بنفتحها. منى كان عندها سؤال
سالت حضرتك التخطيط عن الخطه السليمه او الخطه الذكيه في سمارت بلان يعني. صح سمارت بلان بتكون ازاي مواصفاتها ايه ويعني ايه سمارت بلان سمارت بلان يعني خطه ذكيه تتضمن هدف وادوات وخطوات جميل اللي ما يعرفش يسلسلهم كده هتبقى عنده مشكله الصعوبه فيها هي ان انا اقفل على نفسي الدنيا دايما لما بعمل خطوات ما ينفعش ابقى عامل خطوات كلها في سكه واحده لا انا لازم اسمح لنفسي بحاجه بنسميها ريدندنسي رحابه في الخطه بتاعتي ليه لان لازم طول الوقت ابقى عارف ان كم المتغيرات اللي حواليا اكتر من ان انا اجمعه واحطه في البلان بتاعتي تمام اللي بيعمل بلان على انه ادرك كل المتغيرات ولم يترك فيها مساحه من الرحابه لاي متغير يحصل يقدر يستوعبه هتكون النتيجه انه بيتحرك زي حجر بيزق كده وماشي فاي حاجه تغير اتجاهه اي حاجه تفتته واي حاجه تعمل له اعاقه يبقى نمره واحد يكون فيها درجه من الرحابه في الخطوات مرونه او في حاطط بدائل اتقفلت هنا كلمه رحابه يعني مدي مساحات تدي كل المعنى مدي مساحات نمره اتنين ان انا لازم ابقى بتحرك بالتوازي في عده مستويات من النجاح يعني من الحاجات الصعبه جدا مثلا طالب ما ينفعش يبقى طالب بس هو طالب وليه شويه وظائف اجتماعيه وليه شويه مسؤوليات اسريه وليه شويه اصحاب لو راح لاقي دول كلهم لحساب المطالب هينجح جدا تمام وهيبقى شاطر جدا بس في رايي انا هيبقى فاشل جدا اجتماعيا هيبقى فاشل في كل المناطق التانية يبقى اذا لازم الخطه دي تحترم بقيه قنوات وجودي في الحياه وانا بحط لها خطوات ابقى بغذيها نمرة ثلاثة ان نوع المعرفة اللي انا بتحرك فيها ما تبقاش بتخدم مساحة ضيقة لازم طول الوقت يبقى كمية المعارف اللي بتجيلي بتخدم مساحات متعددة ومساحات واسعة ليه؟ طول ما انا فارد المساحة بتاعتي يبقى اي متغير هيلاقي قدامي مستقبل مش اي متغير هيبقى بالنسبة لي مجرد طوبة بتعور الكلام اللي حضرتك بتقوله انا عايزة اضيف خطوة بس خطوة الواقع ان احنا يعني انا في الجامعة لما بنيجي ندرس الطلبة ازاي يعملوا ابحاث فبيبقى بنشوف ايه الموضوع هنعمل ايه الهدف بتاعنا ايه التولز زي ما قال الدكتور بس في خطوة مهمة التقييم قابل للقياس لازم يبقى اثناء ما الخطه شغاله لازم يكون في تقييم حاصل في النص عشان اشوف انا التولز بتاعتي دي فعلا مناسبه هتوصلني فعلا للهدف اللي انا حددته ولا لما بدات التجربه او لما بدات المشوار لقيت ان لا التولز دي مش ماشيه لازم اغير فيها غير التقييم اللي في الاخر الكلام بتاع حضراتكم انتوا الاثنين لما محدش يختلف عليه بس في حقيقه الامر المجتمع او البرومو او التبس اللي احنا شفناها المواطن المصري اللي بيتلقى الكلام ده ابسط او هو اقل من هو يفهم ازاي يمشي بكل الخطوات دي يعني انا اراهن حضراتكم يقول انت عاجبك حالك مش قادرين طب انت عايز ايه أيوة. يعني هي تيجي كده يعني هو يعمل ايه بالتبسيط يقعد كده مع نفسه النهارده اهو شافنا هيقفل التلفزيون هيقعد انت حالك ايه طب انت ناقصك ايه انا النهارده بشتغل في محل كشري طيب انا عايزه انا بشتغل النهارده في محل كشري عاجبك شغلانتك دي ولا انت عايزه حاجه تانية لا عاجبني بس مرتبها ضعيف بتشتغلي ايه اطلبي شغل زياده شوفي محل تاني يعني لو انت خلاص اخترتي كارير الكشري ده يبقى نشوف بقى احسن الاوبشنز المتاحه فيه هل انت مثلا بتقشري بصل بس ولا بتخلطي مكرونه ورز يعني ممكن يكون انت المجهود اللي بتعمليه هم تقييم صاحب المحل انه ما ياخدش اكتر من كده اطلبي اوفر تايم يعني شوفي محل تاني شوفي منطقه تانية دكتور شوفي اكله انا مش فاهم سؤالك غير الكشري هو في من ضمن الحاجات اللي شفناها عامل في كشري عامل في محل كشري حاسس بيقول لك انا ما عنديش حظ واحد تاني يقول لك انا ما اتجوزتش طول عمري ومش هشوف الجواز ده مغني بيغني هو عنده احساس ان هو ما عندوش الحظ ما عندوش الادوات اللي تخليه يتنقل من هذا المحل يبقى حد مهم يبقى عنده امكانيات اكتر هل ده عدم يعني على قده في التعليم مثلا وكده هيفكر ازاي تريح طب يعمل ايه عشان ما يريحش ايه اللي في ايده يعمله إيه؟ يعني هقول لحضرتك بدايه هو واقف في منطقه وعمال دلوقتي طول الوقت يشوف الدنيا حواليه بتتحرك وهو واقف في نفس المنطقه بتاعته ما بيعملش اي حاجه اضافيه غير انه بيعيد في نفس الدايره اللي هو بيلف فيها بتاعه الشغل بتاعه
ولقمه العيش. وبنفس ما دي وظيفه، دي وظيفه جانبيه جيده يعني تؤدي. طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ انا بشتغل في محل، اقول لي يا دكتور اعمل ايه؟ في اي مكان في الدنيا يقول لك اول خطوه ايه هي؟ انت مساحه الوقت اللي عندك شكلها ايه؟ بتعمل فيها ايه؟ هتلاقي ايه؟ ما ينفعش ان واحد بيشتغل 8 ساعات 10 ساعات بيشتغل 12 ساعه وبعدين يقعد على القهوه يلعب طاوله 4 ساعات وينام 8 ساعات وينتظر تغيير. لا. تمام. مساحه وقته بيعمل فيها ايه؟ ايه الجهد الاضافي اللي هو بيبذله؟ انا بعرف ناس بتستثقل تقرا الجورنال. ليه؟ يقول لك علشان الاخبار اللي فيه بتعمل لي ازعاج. احرق دمي ليه؟ جميل. او يقول لك قول لنا ايه الاخبار النهارده؟ لا يا ريت يسال، ده مش عايز يعرف. مش عايز. كمان. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال كونوا علماء وانتهى الحديث بتاعه فلا تكرهوه، يعني ما تكرهوش العلم. انا بشوف ناس بتكره المعرفه. لان المعرفه حمل. اللي قرر ان هو يتنازل عن المعرفه ويقفل البيبان بتاعتها، طلباته بالنسبه لي هتبقى طلبات في منطقه او يعني اللي هو عايزه اظن قبل اللي احنا بنتكلم فيه. هو بيتكلم عن مكسب مباشر سريع، اللي هو زي ما يكون تلميذ جاي يقول لك انا امتحاني بعد 3 ايام وعايز انجح، كل اللي شفناه امتحاني بعد 3 ايام ومش مذاكر اعمل ايه؟ بس عايز انجح. ماشي. لا انا بقول له حاجه واحده، اتبخر. لا اتبخر يعني ما يعني انت جاي قبل الامتحان ب3 ايام وعايز بقى قلقان قوي 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 وعايز احل بقى في الامتحان. قلت له طب يعني انت عايزني انا اعمل ايه؟ يقول لي بقى تديني دواء يخليني اركز وما نامش وما ياثرش عليا ولما يعملش ما يعملش امتحن بداله. قلت له لا في حل ابسط من ده خالص، بلاش دواء، انت تتبخر وخلاص. صح. فما ينفعش واحد يروح زنقك زنقه زي دي ويروح يقول لك طب انا يعني هنعمل ايه؟ زي على فكره فتح البيبان للمستويات البدائيه بتاعت وجودنا كابوس. زي كل واحد يروح طالع يعني المحل الكشري بيكسب 10 ساعات بياخد الموظفين بتوعه كذا يقولوا عايزين زياده. هاي الراجل هيروح عامل ايه؟ بايع المحل وقفله وهم قاعدين في الشارع. او مش يوم وجايب غيرهم. او مش يوم ويجيب غيرهم. انا شفت حوار لكوافير عالمي بيقول ان هو لما راح المجال ده وكان لسه صبي صغير كان كارهه يعني ما كانش عايز يروح كوافير عالمي، كان عايز يكمل في مدرسه وبتاع. لما راح صبي بقى في عند كوافير حب الموضوع فقرر ان هو لازم يكبر زي يبقى كوافير كبير وكل الدنيا تتكلم عنه، وابتدى اول تيب ياخده يحوشه. اشترى اول سشوار وعنده 10 سنين. قد كده ابتدى يبقى بيشتغل على نفسه من بدري. هو جه اللي هي طريق الالف ميل يبدا بخطوه فعلا. بالزبط. هو لقى نفسه وهذه الطريقه في التفكير هي دي اللي هو طبعا اكيد كان نفسه يبقى عنده محل بس مش في ذهنه انه يبقى عالمي. لكن طريقه التفكير دي بتخليه لما يحصل على حاجه يصعد للسلمه الاعلى الاعلى الاعلى. وكل الناجحين في العالم كده. اللي هي ليها علاقه بقيمه هو انت وجودك في الحياه استهلاكي ولا وجودك بيعمر في الدنيا. في بني ادمين قررت انها تعيش الحياه استهلاكي. من منطلق استهلاك. علاقتها بالحياه كلها استهلاك. استهلك بس. فقط. لا يفكر هينتج ايه. لا يفكر هيضيف ايه. حتى الجهد اللي بيبذله مستخسره. يا ريت ما بذلوش وتنين استهلك بقى. ودي قيمه مزعجه. وللاسف كتير من بالذات في الوقت بتاعنا بيعلي القيمه دي عند الناس اللي هي طول الوقت استهلك اكتر. معلش هي من في الناحيه الاعلاميه هي قيمه يعني بيحرك القيم الاستهلاكيه. علوم الماركتينج والسيلز هي رفع السقف الاستهلاكي عند البني ادمين. مفيش بني ادم يقدر ينجح الا لو لازم لازم يدفع الثمن. صح. وفي شعوب بتشتكي اقتصاديا ومستهلكه بهذا الشكل. صحته مجهوده ومخه والاهم معرفته التنازل عن متع انيه انا عايزها في اللحظه دي. بالظبط. طيب خلينا بقى نختم الكلام بانه احنا سالنا سؤال في اول حلقه، هل تعتقد ان النجاح جت في اربع اجابات وهقول لك الفوتس وناخد كلمه من كل حد فيكم. الناس قالت انه الاجابه الاولى كثير من الحظ كثير من الشطاره، دي اخذت 81%. ممكن ارفع كده اشوف كثير من الحظ قليل من الشطاره اخذت 12%، لكن حظ فقط اخذت 3% وشطاره فقط اخذت 4%. على فكره هو ناقصها حاجه، كان المفروض يبقى في قليل من الحظ كثير من الشطاره. الله ينور عليك. بس مش مشكله، مش موجوده يعني، مش موجوده. بس هي كثير من الحظ كثير من الشطاره وكثير من الحظ قليل من الشطاره، هي بس نفس المعنى بس مقلوبه. مقلوبه. ايه رايك يا دكتور؟ بس كلهم بيتفقوا معاك.
81% اعتقد كثير من الحظ كثير من الشطار. دي تفهم معانا؟ اه مع وجهه نزرك. انا بقول كثير من الحظ. لا هو نفى الحظ اصلا. هو نفى كثير من الحظ كثير من الشطاره. يعني اللي عايز يقولها اللي عمل فوت عليها عايز يقول لك ايه؟ لازم المجهود باختصار شديد، لازم يشتغل وحظ. هقول لحضرتك حاجه بقى، الناس شايفه ان في حظ. اخر خانه تحت وانا بشتغل ما بقاش شايف غيرها. كثير من الشطاره وانا بذاكر عشان انجح انا مش شايف غير حاجه واحده، ان المذاكره دي هي اللي هتنجح. ما اعتمدش ان في حظ. يعني ما فكرش. لو خطر في بالي حظ هتنقل من اللي بيذاكره للي بينشنه، اللي هو نشن على اربع اسئله طبعا. ده كان ده استاذ ودايما بسم الله ما شاء الله كان حظي 100% برضه. اه شفت، وادخل ايدي بقى على قلبي. تجيلي اختبارات امريكان يعني، اختبارات كده وتختار انت وحظك. الحظ على فكره اقصى ما استطيع في حدود ما المتاح. انا قدامي ايه؟ اذاكر ابذل فيه مجهودي، ماليش دعوه ايه اللي يحصل، ايه اللي يروح، ايه اللي يجي، مش بتاعتي. بشكركم. طيب. حواركم يعني ما وصلناش في الاخر لاجابه صريحه برضو ايه فيهم بنسب ايه، بس يعني بنشكركم على قد ما نقدر وصلنا لحاجه. دكتور غاده شريف الكاتبه الصحفيه بنشكرك جدا على وجودك معانا، نورتينا. ودكتور يحيى جعفر استشاري طب نفسي نورتنا وبنشكرك جدا. وبتقول حكم انت والله. دايما لما بتكون معانا بيبقى الحوار ايه ساري كده وفي اختلاط في الراي وبنقعد. ولا لا احنا عملنا حلقه مع بعض دكتور غاده برضه هاديه، لكن يعني تسكت وتقول زمان عملنا حلقه رجاله وستات وانت غيرتني مفاهيم كتيره. يا سلام راجل ليه جدا وكريم بعد الفصل. طيب هنطلع فاصل ونرجع ناكل بقى عشان احنا ستات ما بيعرفوش، اتكلمنا كتير ناكل شويه بقى عن الستات ما بيعرفوش يطبخوا برضه. وخليكم معانا هناكل بعد الفاصل. سرايا موجوده على طول.